الناس قالوا لي احنا فاهمين الدنيا كويسه ومش فاهمين، بس يعني انا انبسطت بيهم. بس انا مفكر حسب صدمه، انا مفكر مختار عزيز صدمه. الطالب يقعد سنة كاملة يدرس كيمياء، سنة كاملة، والسنة الثانية يبدأ ياخد بقى اي بي سي بقى وحاجات. هو السنة خدت كيمياء في أسبوع بسم الله ما شاء الله. يعني أسبوع على طول ميتابوليزم اي بي سي يعني. النهارده بقى مسلمة. الحمد لله الامين. هو انت اللي بتعمل فنجان يا حبيبي؟ الله يجزيك. طب مشغل التسجيل في التسجيل بتسجله على الموبايل يعني سماعه عاليه كده وبهداوه كده. او بسميه ريسبيراتوري تشين، برضه كل ده صعب. ساعات ماشي المفروض اعرف ايه. لا هي ده بقى اعرف الديفينيشن، اعرف السايت، اعرف الكومبوننت، اعرف الميكانيزم اوف اي تي بي فورميشن، اعرف الريجوليشن، اعرف موضوع اسمه انكابلر، كمان اعرف حاجه اسمها انهيبيتورز اوف الاي تي سي، ازاي اوقف الاي تي سي. تمام، نبدا بالديفينيشن واللي ذاك يقول معايا. يعني كلمه اي تي سي هي سيريس اوف هيدروجين اور الكترون كارير فور اوكسيديشن اوف ريدوسد فور انزيمز ذات اتش بلس اتش وفات H2 to produce mean water. سلسلة من نقلات الهيدروجين أو الإلكترون. الغرض منها أكسد لل H plus H وفات H2 عشان أطلع water و A و A. تعال السايت. إحنا قلنا دايما السايت إيه حاجتين، sub cellular و cellular. فأي جزء جوه الخلية ده اسمه sub cellular. فأي نوع من الخلايا ده اسمه إيه؟ cellular. موجودة في الـ ATC. Inner mitochondrial membrane of all cells in the body. حلو. والله اللي عندهم ميتوكوندريا واللي ما عندوش ايه في جسمي ما عندوش ميتوكوندريا ار بي سي ما عندهاش تماما اي تي سي. طب تعالى الكومبوننت قسمناها اربعه واثنين، اربعه فيكسد كومبلكسز واثنين موبايل كارير. معنى كلمة أربعة فيكسد كومبلكسز ثابتين ومتمسمرين وما بيتحركوش من الانر ميمبرين، هما واحد واثنين وثلاثة وأربعة. واتفقنا اثنين ماله قصير ووسع ومش واصل للطرف الثاني بتاع الانر ميمبرين. واثنين موبايل كارير، واحد اسمه كوكيو أو الشطر أو الاسم الثاني اسمه يومي كوينون وسايتوكروم سي، ودول بيتحركوا بس ايه؟ داخل الانر ميمبرين. طب عايزين نرسم رسمتنا اياها ونشوف الكومبوننت هنحطها فين؟ تعالى نرسمها للمره الثالثه. يلا بينا. ده سميناه ايه؟ سميناه الاوتر ميمبرين. وده سميناه اهو الانر ميمبرين. ركز معايا يلا. اللي ما بين الاوتر والانر سميناه انتر ميمبرين سبيس، واللي تحت الانر اسمه ايه؟ ميتوكوندريا. وعايز احط الكومبوننت بتاعتي، نركز بقى مع بعض. نحطها على الاوتر ولا على الانر؟ على الانر. نبدا بالفور فيكسد كومبلكسز. اتفقنا واحد طويل ومحترم اهو. اما اثنين ماله بقى؟ قصير وقزع مش واصل للطرف الثاني بتاع الميمبرين. وثلاثة طويل ومحترم، وكمان برضو أربعة طويل ومحترم، ودول سميناهم أربعة فيكسد كومبلكسز. عندي اثنين موبايل كارير. كوكيو مكانه فين؟ ما بين اثنين وثلاثة. وسيتوكروم سي ما بين ثلاثة وأربعة. وكل دول شغلتهم ان هم هيدروجين اور الكترون كارير. طيب في واحد بقى اسمه كومبلكس 5، لا هو هيدروجين ولا هو الكترون كارير، شغلته ايه؟ عشان كده اسمه اي تي بي سينثيز. مكون من تو سابيول، واحده بتعدي ثرو الانر ميمبرين اسمها اف او، وهنعرف النهارده ليه اسمها اف او، وملهاش كاتاليتيك اكتيفيتي، وشغلتها تشانل فور بروتونز، كوريدور يعدي في البروتون. واحده بالبروجكت في الميتريكس اسمها ايه؟ F1، وهي اللي ليها كاتاليتيك اكتيفيتي
وفيها الدينامو اللي بيعمل ايه سعادة الباشرة. عايزين مع بعض نعرف كل واحد فيهم اسمه ايه ومكون من ايه. كومبلكس 1 اسمه التاني ناد اتش دايهيدروجينيز ومكون من ميني بوليبيبتايد تشين واف ام ان وكام بقى 7 ايونز. طب كومبلكس 2 ساكسينيت دايهيدروجينيز ومكون من انزيم بنفس الاسم ساكسينيت دايهيدروجينيز وكمان فاي واسمه 2 يبقى فيه 2 ايونز سلفرسيت. طب كومبلكس 3 اسمه سيتوكروم بي سي 1 ومكون من سيتوكروم بي وسيتوكروم سي 1 سي كم يبقى فيه 1 ايونز سلفرسيت. طب كومبلكس 4 اسمه سيتوكروم اي ال 3 او سيتوكروم اوكسيديز ومكون من سيتوكروم اي وسيتوكروم اي 3 و 2 اتومز اوف كوبر. وخدنا سيرته في الانزايم السيتوكروم اوكسيديز ده كان انهيبيتد باي سيانايد فاكر السيانايد والكربون اوكسايد كانوا بيشبكوا مع الاير ويمنعوا الاكشن اوف كومبلكس 4 ده اللي اسمه سيتوكروم اوكسيديز. وهنقولها في اخر ايه الاي دي سي النهارده ان شاء الله. طيب عايزين بقى نشرح وده بقى كله ايه الحاجات العلم ازاي الكومبوننت دي تشتغل وبتطلع ايه. يقول لك والله إيه عشان نشرح لازم نقسمها نصين. النص الاولاني اسمه اوكسيديشن ده معناه نكون ايه لايت. والنص الثاني اسمه فوسفوريليشن وده معناه نكون ايه ايثيل. فالاول نشرح ازاي بنعمل الميه وبعد كده نشرح ازاي بنعمل ايثيل. انا هبدا بشرح الاوكسيديشن. قلت لك مقدمه حلوه كلمه اوكسيديشن معناها ايه ريموفال اوف هيدروجين removal of electron او increase في positive valence زيادة في التكافؤ الإيجابي. يعني iron زائد 2 لما تبقى iron زائد 3 ده معناه حصل لها oxidation. العكس تماما reduction معناه ايه addition of hydrogen addition of electron او decrease في positive valence. iron plus 3 تبقى iron plus 2 معناه انها خدت electron يعني حصل لها reduction. ولما يبقى عندي مادة اسمها اكس فيها الكترون اهو ومادة اسمها واي ما فيهاش الكترون وان الالكترون من اكس لواي يبقى اكس حصل له اوكسيديشن وواي حصل له وبالتالي سميت التفاعل ده اوكسيديشن ريدكشن رياكشن لان اي اوكسيديشن يصحبه ايه ريدكشن او ريدوكس رياكشن. وبقول ان اكس فيه الكترون يعني هو اوريدي ريديوس فاحتمالات ان يحصل له ريدكشن قليله يبقى اسمه لو ريدكشن بوتنشال. لكن واي ده ما عندهوش الكترون يبقى احتمالات ان يحصل له ريدكشن ايه هاي عاليه فواي ده اسميه هاي ريدكشن بوتنشال. فالريدوكس رياكشن بيحصل ازاي بانتقال الكترون من اللو ريدكشن بوتنشال الى الهاي ريدكشن بوتنشال. واتفقنا مع بعض والكلمه اللي هبني عليها الشرح كله ان اني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن برودوسز ايه اي تفاعل في انتقال الالكترون او هيدروجين يسحبه انتايت طاقه وكميه الطاقه الناتجه تعتمد على فرق الجهد الكهربي ما بين مانح الالكترون ومستقبل الالكترون. كل ما يكون فرق الجهد عالي كميه الطاقه ايه اكبر وكل ما يكون فرق الجهد قليل كميه الطاقه ايه اقل. طب دي مقدمه اشرح لي بقى ازاي الاي تي سي دي بتشتغل وتعمل اوكسيديشن وتطلع ميه. اتفقنا الاي تي سي دي معموله على شرف اثنين اسمهم ريديوسد كوينزايم نات اتش بلس اتش وفات اتش 2 كل ده عشان الاثنين دول. والنات اتش بلس اتش محترم وبيدخل الاي تي سي من بابها بيدخل من كومبلكس كام كومبلكس 1 دخل از نات اتش بلس اتش خرج از نات وساد بالتو هيدروجين بتوعه مين لوحده. والفات اتش 2 مش محترم دخل من الشباك دخل من كومبلكس 2 از فات اتش 2 خرج از فات وساد بالتو هيدروجين بتوعه مين لدول بقى وان عنده تو هيدروجين وبقى تو عنده تو هيدروجين. قلنا التو هيدروجين اللي في 1 اور اللي في 2 يعني الاثنين مش في نفس الوقت يا ده
ده ده مره وده مره يعدوا الهيدروجين ويودوه على مين؟ على كوكيو. كوكيو كده بقى عنده اتشين يبقى اسمه ايه؟ كوكيو اتش 2. اول شاطر قوي ريديوز يور بيكوينول. اعمل هنا خطوه فارقه. قال لك كل هيدروجينه بروتون والكترون. يبقى الاتشين اللي عند كوكيو اثنين بروتون واثنين الكترون. اروح اقسمهم نصين اعمل لهم سبليتنج واطلعوا اثنين بروتون واثنين الكترون. مين فيهم اندال؟ التو بروتون. يروحوا طالعين بره الاي تي سي تماما. ومين غلابه ويكملوا في الاي تي سي ويتحركوا من كارير لكارير من كارير لكارير من كارير لكارير من كوكيو لثري ومن ثري لسي ومن سي لفور. اول ما عدي من كومبلكس فور يحصل ري بايندنج ري يونيون. التو بروتونز يشبكوا بالتو الكترونز مره اخرى فيرجعوا زي ما كانوا تو اتومز اوف مين اوف هيدروجين. التو اتومز اوف هيدروجين يقابلوا نص الاتو يعني اتوم اوف اكسجين يعملوا مين؟ ميه. عملت ميه ده اسمه اوكسيديشن. بس انا بصراحه مش عايز ميه انا عايز اي تي بي انا عايز اعمل فوسفو ريليشن. يقول لك ما عشان تعمل اي تي بي وتعمل فوسفوريليشن لازم الاول تعمل ميه وتعمل اوكسيديشن. طب قول لي ازاي الاي تي بي تعمل؟ يقول لك لما نركز في خطوات الاي تي سي هي كلها انتقال لهيدروجين او الكترون لهيدروجين او الكترون. بص معايا الناد اتش دخل شايل هيدروجين طلع ناد من غير هيدروجين حصل له اوكسيديشن وان خد الهيدروجين يبقى حصل له ايه؟ ريدكشن. وان عدى الهيدروجين لكو كيو يبقى ريدكشن اوكسيديشن. كو كيو اداني 3 ريدكشن اوكسيديشن اداني سي ريدكشن وهكذا. طول ما الالكترون او الهيدروجين يعدي من مكان لمكان يبقى بيحصل اوكسيديشن او ريدكشن. واني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بروديوس ايه؟ يبقى كل خطوه في الاي تي سي ينتج عنها انرجي. لكن الانرجي المفيده لجسمي هي الانرجي اللي تساوي او اعلى من 7.3 كيلو جرام. لان الانرجي دي اللي اقدر اعمل بيها ايه؟ لو بيطلع كميه بسيطه من الانرجي لا تكفي ابدا لتكوين ايه؟ طب الانرجي الناتجه دي اعمل بيها ايه؟ قال لك الانرجي اللي بروديوس من اوكسيديشن ريدكشن رياكشن از يوتيلايزد ان بام بينجو او بروتون من فين لفين؟ ماتريكس للسبيس. بام بينجو او بروتون من ماتريكس للسبيس. بام بينجو او بروتون من ماتريكس للسبيس. ثرو كومبلكس كم وكم وكم؟ واحد وثلاثه واربعه. اثنين لا ليه؟ قصير وقزع ولا يصلح كبروتون. مره في الثانيه في الميه تمال اطلع اطلع بروتون اطلع بروتون. زاد تركيز البروتون جدا في السبيس وقل في الماتريكس. والبروتونز يحمل شحنه موجبه يبقى عملت حاجه اسمها الكتريكال بوتنشال ديفرنس. الموجب زاد قوي في السبيس وقل في الماتريكس يبقى فرق الجهد الكهربائي. والبروتون ده اسيد ولا بيز؟ اسيد. زاد الاسيد قوي في السبيس وقل في الماتريكس يبقى عملت كمان كيميكال بوتنشال ديفرنس. دخل الاثنين مع بعض عملت حاجه اسمها ايه؟ الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس ما بين السبيس والماتريكس. واتفقنا مع بعض اي فرق جهد يميل الى ان يتلاشى. ديله سكه بس يرجع تاني اتزان يرجع ايكوليبيا. نفسهم يرجعوا زي الاول قد بعض بالظبط في كل حاجه. طيب ازاي فرق الجهد يتلاشى؟ قال لك اللي حضر العفريت يصرف. اللي عمل فرق الجهد ان البروتونز راحت للسبيس. فاللي يضيع فرق الجهد ان البروتون تنزل تاني من السبيس الى الميتريكس. تحاول البروتون تنزل خلال الانر ميتوكوندريال ميمبرين ما ينفعش لانه ايه؟ امبيرمبل في البروتون. تحاول خلال واحد وثلاثه واربعه برضه ما ينفعش عشان يوني دايركشن. السكه الوحيده المتاحه قصادهم سكه ايه؟ كومبلكس فايبر. فتعدي البروتون بقوه اندفاع كبيره ثرو كومبلكس فايبر وتعدي من اف او اللي ليه كاتريتيك اكتيفيتي وما شغلته ايه؟ شانل مسار كوريدور يمشي بالبروتون. وتنزل بقى لاف 1 اللي ليه كاتاليتيك اكتيفيتي. وساعه الباشا في شكل زي الدينامو بروتون مكنه دواره البروتون تدورها. فاول ما تدور زيادتك اروح مشبك اهو اي دي بي
مع بي اي واعمل اي تي بي. عملت اي تي بي ده اسمه فوسفوريشن، وقبلها عملت ميه ده اسمه، يبقى عملت حاجه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريشن. عشان سيادتك الاي تي سي دي تشتغل لازم جنبها واحد ولا اتنين ترانسبورترز اي تي. اول ترانسبورتر وظيفته انه ياخد الاي تي بي ده من مكان التصنيع وهو الميتوكوندريا ويطلعه لمكان الاستهلاك وهو السيتوزول. ادخل مكانه ايه بقى؟ اي دي بي عشان احط له فوسفيت ويرجع مره اخرى اي تي بي. الترانسبورتر ده اسمه اي تي بي، اي دي بي انتي بورتر، حاجتين في عكس الاتجاه. بس عشان الاي دي بي ده يبقى اي تي بي عايز بي اي، عايز فوسفيت، ففي ترانسبورتر تاني وظيفته ايه؟ يدخل البي اي وحده ولا مع بروتون؟ مع بروتون. فسميناه ايه؟ سميناه فوسفيت بروتون سيمبورتر. طب قول لي ازاي الاي تي سي دي بتطلع اي تي بي؟ نحسب ازاي الاي تي بي؟ يقول لك لقينا ان الكومبلكس اللي اسمه 1 بيعمل بامبنج لكام بروتون؟ 4. وكومبلكس 3 بامبنج لكام؟ 4. وكومبلكس 4 2 بروتون. تعالى نحسب مع بعض. بقول لو احسب النت اتش بتطلع كام اي تي بي؟ النت اتش محترمه ولا اي كلام؟ طب محترمه لازم اكرم تتكرم، بتطلع 2.5 اي تي بي بحاله. ليه بقى؟ هي بتعدي على كومبلكس 1 بيبام 4 و3 بيبام 4 و4 بيبام 2، اجمع 4 و4 و2 10، ولقينا ان كل 4 بروتون ينزلوا من كومبلكس 5 يعملوا 1 اي تي بي. يبقى 10 على 4 فيها كام؟ 2.5. يبقى كده النات اتش بلس اتش بتطلع كام؟ 2.5 اي تي بي. الفات اتش 2 جه من الشباك هكرمه، بس اي كلام، ما عداش على كومبلكس 1، ده دخل من كومبلكس كام؟ 2. يبقى 2 ده مش شغال اصلا بروتون بامب. امال هيعدي بقى على 3 ببامب 4 وعلى 4 ببامب 2. 4 و2 6، واتفقنا كل 4 بروتون بينزلوا في كومبلكس 5 ب 1 اي تي بي. يبقى 6 على 4 فيها كام؟ 1.5. يبقى النان اتش بلس اتش بيديني 2.5 اي تي بي، والفاد اتش 2 يدي كام؟ 1.5 اي تي بي. ممكن نفس الكلام ده اقوله في صيغه ثانيه، في صيغه اسمها بي او ريشيو. يعني ايه كلمه بي او ريشيو؟ هي ريشيو ما بين الاي تي بي فورميشن والاكسجين كونسبشن. وانا بستهلك اكسجين هنا في ايه؟ في تكوين ميه. وعشان اكون ميه عايز كام اكسجينه؟ يبقى دائما وابدا استهلاك الاكسجينه واحد، لان باخد واحده او عشان اعمل ميه. يبقى دايما الاكسجين كونسبشن واحد. قدام الاكسجينه دي بعمل كام اي تي بي؟ لو انت نات اتش بتعمل 2.5، يبقى البي او ريشيو بتاع نات اتش كام؟ 2.5 اي تي بي لكل اكسجينه بستخدمها، يبقى 2.5 لواحد. طب الفات اتش 2 بيستهلك كام اكسجينه؟ دايما واحد. بيعمل كام اي تي بي؟ يبقى البي او ريشيو 1.5 لواحد. يبقى بعمل 1.5 اي تي بي لكل اكسجينه بستخدمها. يبقى النات اتش بلس اتش البي او ريشيو 2.5 لواحد، والفات اتش 2 كام؟ 1.5 لواحد. كلمتين حلوين بقى. يقول لك في كل البتاع دي مين ليه لو ريدكشن بوتنشال ومين اللي ليه هاي ريدكشن بوتنشال؟ اللي ببدا بيه وهو النت اتش لو لو ريدكشن بوتنشال، اقل حاجه في ريدكشن بوتنشال، واللي بنتهي عنده اللي هو الاكسجين ليه هاي ريدكشن بوتنشال. ولو انت ماشي من ناحيه النت اتش متجه الى الاكسجين كده بيحصل ايه؟ زياده في الريدكشن بوتنشال. فزي ما شفت من ثلاث النهارده كده، ساعات تجيب لك كومبوننت ويقول لك رتبهم من اللو للهاي. كلما كنت بجوار النت اتش ابقى لو، وكلما كنت بجوار الاوبشن ابقى ايه؟ هاي. فلو كررت تاني زيادتك كومبلكس 1 وكومبلكس 4 و1، مين ليه هاي ريدكشن بوتنشال؟ لان 4 اقرب للاوبشن، فكل ما كنت ناحيه الاكسجين هيبقى عندي هاي ريدكشن بوتنشال، كل ما كنت ناحيه النت اتش يبقى عندي لو ريدكشن بوتنشال. حاجه كمان يقول لك طالما عندك مركب لو ومركب هاي، ليه الرياكشن ما حصلش مره واحده؟ ليه ما خدتش الاتشين من النت اتش واديتهم للاكسجين
وعملت ميه وطلعت الطاقه اللي انت عايزها وخلصت. قال لك فرق الجهد الكهربي ما بين النات اتش والاو عالي جدا. الرياكشن ده لو حصل ونستب هيطلع كميه كبيره من الطاقه ترفعها من الخليه. فلازم احط مهدئات للطاقه. كل مره سيادتك ينتقل الكترون او هيدروجين يطلع كميه بسيطه من الطاقه تصير على الخليه وما تحرقهاش. وفي الاخر ابامب بروتون بالطاقه دي وانزلها في كومبلكس 5 واعمل اي تي بي. حاجه كمان ودي ما قلناهاش امبارح كده ايه نشوف كده الذكاء يعني. يقول لك ليه عند كو كيو عملت سبليتنج اوف انتو هيدروجين اتومز؟ اسمعنا يعني ليه ما كملوش زي ما هما اتشات؟ ليه هنا كنت بني الاتشات بعد كو كيو نقلت الكترونات؟ هو في الديفينيشن قلنا يا سينس اوف هيدروجين قال لك كو كيو وما قبله هيدروجين كاري ما بعد كو كيو الكترون كاري. يبقى اللي بعد كو كيو ده ما يقدرش يشيل هيدروجين يشيل بس ايه الكترون. طب الحل ايه انا عايز اكمل؟ قال لك خلاص يا سيدي اقسم الاتشين بروتون والكترون. البروتون يقعدوا على القهوه ويشربوا شيشه ويستنوا التو الكترون ايه يكملوا المسار. بعد ما يكملوا يحصل ريبايندنج تاني. يبقى كو كيو وما قبلها هيدروجين كاري لكن ما بعد كو كيو وظيفته ايه؟ الكترون كاري. عشان كده بالديفينيشن قلنا ايه؟ سيريز اوف هيدروجين اور ما يا كده يا كده يا هيدروجين يا الكترون كاري. الحاجه الثانيه المهمه قوي يقول لي سيادتك الاي تي سي دي اسمها في الحياه سيلولار ريسبيريشن تنفس الخليه. يعني سيادتك بتتنفس بالاي تي سي. احنا من واحنا كي جي 1 يقول انت بتاخد اكسجين وتطلع سيلولار تاخد اكسجين وتطلع سيلولار. هو الاكسجين اللي باخده ده باخده ليه؟ باخده عشان الخطوه عشان القهايه دي. ربنا عمل لك لون وعمل لك ريسبيراتوري سيستم وعمل لك بلاد وهيموجلوبين وفاسكولار سيستم عشان الهيموجلوبين يشيل اكسجين من اللون والاكسجين ده يدخل سيادتك في الخليه. اخد اكسجينه احطهم على اتشتين جايين من نات اتش بلس اتش وفات اتش 2 ودول جايين من الاكل اصلا عشان اعمل ميه. ولما اعمل ميه اعمل اي تي بي. التنفس هو الاي تي سي. سيادتك بتاخد اكسجين بالاي تي سي وبتطلع سي او 2 بالكريبس. مش الكريبس بتطلع سي او 2 مش ال صح مش الاستايل جو ايه دخل الكريبس طلع سي او 2 وريديوس ذا كوينزايم. التنفس اي تي سي وكريبس بتاخد اكسجين اهو بالاي تي سي وتطلع سي او 2 بالكريبس. يبقى انت ليه بتتنفس؟ ليه بتاخد اكسجين؟ عشان الاكسجينه دي اللي مع الاتش 2 تعمل ميه. هي ده التنفس. ولما تعمل ميه وراها تعمل ايه؟ اي تي بي. ده اللي اسمه تنفس الخليه. ده اللي اسمه سيلولار ريسبيريشن. وعشان كده لما الساينايد والكربون مونوكسيد شبكوا مع الحديد بتاع السيتوكروم اوكسيديز قلت لك بيموت في 5 دقائق. مش قلت لك وقتها اسرع سم في التاريخ؟ ليه؟ وقف تنفس الخليه. وقف الاي تي سي تموت في الحياه. حلو الكلام. منها دخلنا على عنوان اسمه ريجوليشن. وقلت لك ان اللي فات ده كله تفهمه. يا ما تقعدش تحفظ بقى وبتاع وتكتب، لا انت الكلام ده تفهمه عشان يجي ام سي كيو زي اللي شفته بتاع النهارده. يقول لك ايه الكومبلكسز اللي شغاله بروتون بايت؟ الناد اتش بكام اي تي بي؟ فاد اتش 2 بكام اي تي بي؟ فاهم؟ افهم بس ما تحفظش. لكن الريجوليشن بقى نحفظه. قال لك بعمل ريجوليشن بحاجتين، يا اما عن طريق الليفل اوف الاي دي بي يا اما عن طريق حاجه اسمها الكتروكيميكال بوتنشال. تعال نشوف مع بعض. الكلمه اللي بتخلص ان الاي دي بي تتناسب طرديا مع الاي تي سي. فلو زاد الاي دي بي يحصل ايه؟ اكتيفيشن. قل الاي دي بي يحصل ايه؟ انهيبيشن. ولو عايز افهم ليه انا يعني بحب اقول ان الاي دي بي هي سبستريت للاي تي سي. الاي دي بي دي سبستريت اوف الاي تي سي. فلو الاي دي بي كتير ده معناه ان في سبستريت كتير يشتغل الاي تي سي ويحصل لها اكتيفيشن. الاي دي بي قليله ده معناه السبستريت ايه؟ قليله، يبقى يحصل انهيبيشن للاي تي سي.
يبقى الملخص الـ ADB تتناسب طردياً مع الـ ATC خلصت. الثانية الناس بتتلخبط فيها شوية potential difference. وبقول لو في high potential difference يحصل inhibition الـ ATC. ولو في low potential difference activation. الناس بتتلخبط فيها ليه؟ عشان هم فاكرين ان الـ ATC هي المرحلة الأخيرة. يعني للبروتون تنزل في complex 5 وتعمل ATP. لا يا معلم. الـ ATC هو الموضوع من البداية. هي الحكاية من أولها. الحكاية من أولها إن جه نت H بلس H وجه بد H2 خدت H2 منهم عملت مية وطلع إنرجي أبامب بيهم بروتون. ولما أبامب البروتون تنزل بعد كده تاني. أنا بقول بقى معنى كلمة إلكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس عالي معناه السبيس ده مليان بروتون. طب لو السبيس يا محمد مليان بروتون أقدر أبامب مور بروتون فين؟ مفيش مكان. فالتناسب عكسي ما بين البوتنشال ديفرنس وبين ايه الـ ATC. لو زاد بوتنشال ديفرنس وبروتون مالي السبيس مش هقدر اطلع تاني يحصل انيبيشن. وده بسميه حاجه اسمها بروتون باك بريشر. كلمه بروتون باك بريشر هي الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس. ليه؟ لان البروتون لما تكون كتير قوي عايزه عامله بريشر عشان ترجع باك للميتريكس. ده اسمه بروتون باك بريشر. معنى كلمة بروتون باك بريشر الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس. ليه البروتون عايزه ترجع باك تاني؟ ليه؟ عشان في بوتنشال ديفرنس عاليه. طب لو حصل ديسشارج للبروتونز يعني شويه نزلوا في كومبليت سيفايف وعملوا اي تي بي ممكن اطلع مكانهم تاني؟ اه ممكن اطلع مكانهم تاني. حلو الكلام. بعد كده دخلنا الاثنين مع بعض ودي كانت دماغ الدماغ بقى. تعالى نقولهم تاني. عايز اتكلم وقت الورك بيحصل ايه؟ وقت الريست بيحصل ايه؟ وقت الورك الـ ATD قليل الـ ADD عالي نزل بروتون في كومبلكس 5 يحصل ايه في الالكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس؟ يقل. ولما يقل يحصل ايه في ATC؟ اكتيفيشن. طب ديورينج ريست الـ ATD عالي الـ ADD هل في بروتون تنزل في كومبلكس 5؟ مكانه يبقى الالكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس عالي يبقى الـ ATC خدنا دي وخدنا دي. اخر عنوان قلته المره اللي فاتت كان اسمه uncoupled. وقلت جمله بتقول ان الاوكسيديشن استايتلي كابلد مع مين؟ مع الفوسفوريشن. الاثنين كابل ومش اي كابل، اخوات اصحاب حبايب ما بيسيبوش بعض. حصل الاوكسيديشن لازم يحصل الفوسفوريشن، وعشان يحصل فوسفوريشن لازم قبلها اوكسيديشن، الا اذا جاء هادم اللذات ومفرق الجماعات اللي اسمه ايه؟ تعالى الديفينيشن. هو سبستانس which uncouples which dissociate الاوكسيديشن عن الفوسفوريشن. ماده يا جماعه تخلي فيه الاوكسيديشن وفي تكوين لميه من غير ما يكون فيه فوسفوريشن ومن غير ما يكون فيه تكوين لاي تي بي. الميكانيزم ايه؟ بتزود البرميابيليتي اوف الانر ميمبرين فور بروتونز، بتفتح فتحات غير شرعيه في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. فلما يطلع انرجي من الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن وابامب بروتون واديها للسبيس واعمل الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس، البروتون دي كان زمان قصادها سكه واحده وهي كومبلكس 5 كانت تنزل وتعمل اي تي. دلوقتي قدامها سكه بديله سهله وهي الفتحات الغير شرعيه، فالبروتون تروح رجع تاني خلال هذه الفتحات الغير الشرعية والانرجي لوست از ايه؟ يبقى زودت البرميابيليتي وفي الانر ممبرين فور بروتونز. طب ساعات الباشا ايه امثله؟ قلنا اثنين ساي واثنين دار. اول ساي اسمه ثيرموجينين لاسم تاني يو سي بي او انكابلر بروتين، وده موجود في البراون اديموستيشن وفي الامبريوز وكمان الهايبرنيتنج انيمالز اللي بتعمل بيات شتوي زي البير وزي الفروك. وظيفته ايه؟ يطلع حراره. الانيمال ده النهارده يوم شتاء وبرد وعايز يدفى، يعمل ايه؟ اكل شويه اكل. الاكل طلع ستايل كوي، ستايل كوي راح الكريبس، طلع ريديوسد كوينزايمز نت اتش بلس اتش وفات اتش 2، دخلوا الاي تي سي، خدت الهيدروجين وعملت ميه، ده فرح اسمه اوكسيديشن، والاوكسيديشن ريدكشن رياكشن طلع انرجي، عملت بامبنج لبروتون
وعملت الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس، راح الثرموجين راح فتح فتحات غير شرعيه، والبروتون رجعت خلال هذه الفتحات، والانرجي لوست از هيت ديفلت. فهمت الثرموجين ده دوره ايه؟ عشان ده اسمه ثرم حراره، جين جينيسيس بيعمل جينيسيس لحراره، بيعمل جينيسيس لهيت. فالانيمال بيت كمان الثيروكسين بس بلارج دوز. لو حد خد ثيروكسين بجرعه كبيره او سيادتك عنده ورم في الغده الدرقيه بيطلع كميه كبيره من الثيروكسين برضو انكبر. واتنين داي 2-4 داي نيتروفين ده هو تخسيس بيعمل نفس الكلام بس اوبسوليت عشان بيعمل لنا الايه فيلر. وكمان الداي نيتروجريزول لو عايز تزود لو انت شاطر قوي يعني ممكن ازود الكالسيوم. الكالسيوم برضو بيشتغل انكبلر. انتوا عارفين ان دلوقتي الكليه 5 سنين صح؟ في سنتين اسمهم سنتين امتياز دول احلى سنتين في حياتك، لا مذاكره ولا كورسات ولا وجع قلب. طبيب الامتياز ده ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير انه لابس بلطو ابيض وطالع السلم يجيب دم ونازل يجيب دم. بنسميه عندنا في الكليه هايبر اكتيف نون برودكتيف ميتوكوند اورجانيزم. اه والله العظيم ولا ليه اي لازمه ولا ليه اي صنف لازمه ولا اي حد بيعبره. يقول لك قال تتعلم لما النايب نفسه مش بيتعلم، انت هتتعلم اتعلم. المهم سيادتك عشان هو ملوش لازمه دايما وملوش اي مسؤوليه، يعني انت لو قلت 5-6 في اليوم انت عادي بقى. اه والله العظيم انا شخصيا كنت كل يوم امتياز بموت 10 عادي خالص. اه والله العظيم انا اقسم بالله 10 يموتوا على ايد ده لازم ما اروحش البيت من موت 5-6-10 ما غصب عني. ما في الاستقبال سيادتك بتقلبنا في 3 دكاتره وفي 50 واحد جايين يموتوا في واخر الوقت وانتوا 3 يعني اقصى حاجه تنقذوا 6 والباقي يروح فين؟ ايوه في الاول كنت بتعيطي كده ومات على ايدي وبتاع ومش عارف ايه وكان راجل طيب وبتاع بقى كده عادي وهو بيموت كده. طب بص انا بكلمك اهو الراجل ده هيموت ده خلاص معاك ان شاء الله عادي الموضوع بيبقى سهل يعني بيبقى اتعودت ان الناس تموت. اصبر يا ابني. المهم النايب بقى عشان انت معلكش اي مسؤوليه هو عليه مسؤوليه قانونيه ويتحاسب ويتحول لتحقيق انت بقى براحتك اعمل اللي انت عايزه. فاي حاجه خطيره روح رميها في وشك اي حاجه فيها صعبه يعمل انت. من ضمن الحاجات دي حقنه الكالسيوم. حقنه الكالسيوم دي لازم تتاخد في الوريد وسلولي يعني على مدار 15 دقيقه على الاقل ربع ساعه. ولو اتاخدت بسرعه انتوا خدتوا في فيسيولوجي كاردياك اريست يموت لو بسرعه يموت. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل سيادتك الراجل بيقعد على المكتب يفتح ايده كده تروح انت حاطط السرنجه في الوريد ربع ساعه ماسكها ربع ساعة. يقول لك الراجل بقى ايه؟ عايز يديك كلمة بقى تمشي عليها. تقول بص سنة صغيرة في الوقت. لو حاسين وشه حبر وفلاش ده قوي كده لا وقف وقف. أول ما تلاقي وشه ودي سنة كمان سنة كمان تقعد ربع ساعة مسدود قصاده. ليه؟ بتديها سلولي عشان ما يحصلوش كارديك اريست. طب ليه وشه بيحمر؟ وشه بيحمر لسيادتك عشان الكالسيوم بيشتغل انكابلر. ولما يشتغل انكابلر البروتون ترجع. والانرجي لوست از هيت دايما لما يكون في حراره يبقى انت فلاشت. بص كده بيوم برد كده على اخوك ولا اختك تلاقيها حمرا قوي كده. ليه؟ لان زيادتك الدفى بيعمل ايه؟ فلاشنج. فالكالسيوم ما تنساش ابدا شغال انكبر. فلو النايب بتاعك قال لك انا بص هعلمك خد حقن اللي هو لا ماليش فيه اشتغل انت الكالسيوم بتاعك انا ماليش دعوه سيب انا رايح اروح انا هزل ليه ربع ساعه وممكن يموت في ايدي عشان هو ده. فالكالسيوم بيشتغل انكبر. الكلمه بقى اللي قلتها امبارح عنده نقص في الكالسيوم. ادوك كالسيوم ايه ما عرفتوش الكالسيوم عنده قليل فبدوني. لا ده راجل كبير ممكن اطفالها اديها كالسيوم عشان عندهم اسنان وبتاع بس مش لازم في الوريد. لان هو عنده نقص في الكالسيوم فلازم اديله كالسيوم. ما بلعبش معاه يعني اكيد عنده حاجه. عايزين نعرف بقى الكلمه اللي ختمت بيها امبارح وما كملتهاش. اسال بعد ما اخلص بس عشان بس احاول اقول حاجات كلها. تاثير الانكابلر على الاي تي بي برودكشن وعلى التمبرتشر
وعلى الاوكسجين كونسامشن. تعال نشوف مع بعض. هو الانكابلر ده بيعمل ايه في انتاج الانتيمين؟ اي حد في الدفعه هيقول ايه؟ يعمل ايه في التمبرتشر؟ اي حد في الدفعه هيقول يزيد. لان الانرجي لوست هزيد. الكلمه اللي عايزه فكر بقى. اعمل ايه؟ سكر المكيف. يا جماعه رفقا بالقوارير في قاروره بردانه يا جماعه. لازم رفقا بالقوارير اللي انتوا عايزينه مصر العظيمه مشهور كلهم بقى. فموضوع الاي تي بي برودكشن الناس كلها هتقول ايه؟ موضوع التمبرتشر الناس كلها هتقول يزيد. عايزين بقى اوكسجين كونسامشن. الانكابلر يعمل ايه في الاوكسجين كونسامشن؟ انت بتقول يزيد عشان قريتها. عايزين نفهم بعد اذنك. اللي عايز يحفظ يحفظ براحته، ما عجبكش تحفظ. انا عايزك تفهم. فانا هقولها اللي هيلقطها حد عالي قوي، حد عالي قوي يعني. ما لقطهاش لازم احفظها وخلاص. تعال نشوف مع بعض. عشان افهم ليه الانكابلر بيزود الاوكسجين كونسامشن، انا هفترض جدلا ان في خليتين. ادي خليه وادي خليه. وكل خليه فيهم عشان تعيش عيشه كويسه عايزه 25 اي تي بي. 25 اي تي بي. هنحسب مع بعض ال 25 اي تي بي دول يجوا ازاي في عدم وجود انكابلر، ويجوا ازاي في وجود انكابلر. انا عايز افهمك بس عشان لو فهمتها عمرك ما تنساها. تعال نبص مع بعض. لو في انكابلر او لو ما فيش انكابلر، لو ما فيش انكابلر النت اتش بلس اتش بيطلع كام اي تي بي؟ 2.5 اي تي بي. لان ما فيش انكابلر فكل البروتونز اللي طلعت كلها هتنزل في كومبلكس 5 وتعمل اي تي بي. يبقى عشان اجيب 25 اي تي بي عايز كام نت اتش؟ 10 نت اتش. يبقى انا عايز 10 نت اتش. كل نت اتش ب 2.5 يبقى كده طلعت ايه؟ ال 25. هو كل نت اتش محتاجه كام اتوم اوف اوكسجين؟ واحدة. يبقى ال 10 ناد اتش عايزين كام اتوم؟ يبقى انا عايز 10 اتوم اوف اوكسجين، 10 اتوم. وصلنا؟ ده ما فيش انكابلر. ال 25 اي تي بي هجيبهم من 10 ناد اتش، لان كل ناد اتش 2.5 بالظبط، لان ما فيش انكابلر. كل ناد اتش عايزها 1 اتوم، يبقى ال 10 ناد اتش عايزين ايه؟ 10 اتوم اوف اوكسجين. ده في حالة عدم وجود ايه؟ انكابلر. طب في انكابلر. موجود انكابلر. لو في انكابلر هل الناد اتش هتطلع 2.5 اي تي بي بالظبط؟ لا. ده الناد اتش بتبمب 10 بروتون وفي انكابلر خمسه ينزلوا ويعملوا اي تي بي والخمسه من المفدعات الغير شرعيه. يعني كده ال 25 اي تي بي هجيبهم من 10 ناد اتش ولا من اكتر؟ اكتر. يعني لازم ابمب بروتون اكتر عشان اطلع نفس كميه الاي تي بي. فافترض ان ال 25 اي تي بي هجيبهم من 20 ناد اتش. ليه الموضوع زاد؟ في انكابلر يا عم، في انكابلر يابا، في بروتون بتنزل من الفتحات الغير شرعيه، فلازم ادخل كميه ناد اتش اكتر. طب الناد اتش الواحده عايزه 1 اتوم اوف اوكسجين، وانا عندي 20 ناد اتش، يبقى عايز كام اتوم؟ 20 اتوم اوف اوكسجين. بص يا حبي، في وجود انكابلر زاد استهلاك الاكسجين ولا نفس استهلاك الاكسجين؟ زاد ليه؟ عشان دخلت ناد اتش اكتر. لو انت بقى بتفهم اكتر، عشان كده الناس الرفيعه وبتاكل كتير وما بتخنش. هو على فكره مش بياكل كتير حبا في الاكل، هو عنده انكابلر. فعشان يطلع كميه الانرجي اللي جسمه محتاجها لازم يدخل كميه اكل اكتر. افهم، اللي بياكل كتير ومش بيتخن مش بياكل كتير حبا في الاكل، لا، هو جسمه بيطلع اي تي بي قليل. ليه بيطلع اي تي بي قليل؟ عشان عنده ايه؟ انكابلر، عنده ثرموجينيوم، فلازم ياكل كتير قوي عشان يطلع كميه الاي تي بي اللي يقدر يعيش بيها. شكلها ما وصلتش. مين مش فاهم الكلام ده؟ ايه الفايده؟ طب نقوله كده بسرعه، ولو ما فهمتوش زود وخلاص، بس انا ما بحبكش تحفظ وخلاص. بقول انا عايز اعرف ليه الانكابلر بيزود الاوكسجين كونسمشن، او ساعات يقول لك يزود الاوكسيديشن. صح، هو الاوكسيديشن هو الاوكسجين كونسمشن. انا خدت حالتين هاجي لك هنا عشان تشوفيها.
خليتين، كل خلية عشان تعيش عايزة 25 دقيقة. حسبناهم ازاي ييجوا في عدم وجود انكبلر وازاي ييجوا في وجود انكبلر. في عدم وجود انكبلر يبقى النات اتش هتطلع 2.5 انتمي بالظبط، يبقى 25 انتمي هيجوا من 10 نات اتش، وكل نات اتش باتوم اوف موتش، يبقى انا عايز 10 اتوم عشان اعيش. طب لو في انكبلر، لو في انكبلر النات اتش مش هتطلع 2.5، هتطلع اقل. طيب ال 25 مش هيجوا من 10، هيجوا من اكتر، لازم ادخل نات اتش اكتر عشان ابقى بروتون اكتر، وبالتالي اطلع في الاخر ال 25. افترضت ان هم 20 نات اتش، والنات اتش ب 1 اتوم، يبقى عايز 20 اتوم، يبقى انا في عدم وجود انكبلر طلعت ال 25 اتمي واستهلكت 10 اكسجين. في وجود انكبلر طلعت هم ال 25 واستهلكت 20 اتوم اوف اكسجين. فهمت ازاي؟ يبقى الانكبلر وجوده زود الاكسجين كونسامشن. فهمت ازاي؟ عملت لك بقى كورليشن بقى. عشان كده السوس الرفيع ده وبياكل كتير مش حبا في الاكل، لا، جسمه بيطلع ATP قليل، فلازم ياكل اكتر عشان يطلع نت اتش اكتر عشان يطلع الATP اللي جسمه محتاجه. اصحى يا بايظ يا فاشل. يبقى عرفنا ازاي الانكبلر بيزود الاوبشن، يبقى هو قلل الATP وزود التمبرشر وكمان زود الاوبشن كونسامشن، وده العنوان المهم قوي 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 اللي اسمه انكبلر. تعالى كده نشوف مع بعض عنوان اخر اسمه جاز بويزنينج او انهيبيتورز اوف الاي تي سي. احنا قلناها يا واد هو استروجين. انهيبيتورز اوف الاي تي سي او بنسميه جاز بويزنينج. بعد ما خلص يا احمد اقعد معاك اظبط لك حسابي، مش مهم قوي لو ده بس عشان ايه تفهم اخلصها على الاقل. تعال نشوف ايه الانهبيتورز اوف الاي تي سي. اهم انهبيتورز للاي تي سي هي انهبيتورز اوف كومبلكس 4. ركز معايا، انهبيتورز اوف كومبلكس 4 مين هم الانهبيتورز اوف كومبلكس 4؟ خدناهم في الانزيم سايانايد وكربون مونوكسايد، وزود عليهم هيدروجين سلفايد، او فيما معناه اي حاجه اخرها اي. سايانايد كربون مونوكسايد هيدروجين سلفايد اي حاجه اخرها اي بتوقف كومبلكس 4. ليه؟ نفس السبب، بيبايض مع الاير بتاع كومبلكس 4 وبالتالي سيادتك مش بيشتغل وبيموت في الحال. السايانايد ده كيميكال في بعض المصانع، الكربون مونوكسيد بيطلع من احتراق عوادم العربيات، كلام هبل بقى. الهيدروجين سلفايد برضو في بعض المصانع، او ممكن يكون من الدريلينج يعني من التنقيب عن البترول والغاز. انا بقول فور ماشي، اسمه سايتوكروم، كلمه سايتوكروم يعني جواه اير، وما فيهوش ايرن سلفر سنتر، بس كلمه سايتوكروم ده معناه هيمو بروتين، صح؟ وهيم ده معناه في اير، فالاير بتاع الهيم مش بتاع ايرن سلفر. فهمت ازاي؟ يبقى السيانايد والكربون مونوكسيد والهيدروجين سلفايد بيوقفوا كومبلكس 4 وبالتالي هي سموم وتموت في الحاله. ايه كمان يقول لك؟ الكومبلكس 5. كومبلكس 5 انهبيتد بالاوليجومايسين، ده مضاد حيوي. وعشان كده لو انت شاطر اف او، ليه اسمها اف او؟ اسمها اف او عشان انهبيتد بالاوليجومايسين، يبقى الاوليجومايسين بيوقف كومبلكس 5، بيقفل اف او، فعشان كده اف او اسمها اف او، اسمها فراكشن او، لانها انهبيتد بالاوليجومايسين. برضه حته للاوائل قوي، يعني الاوائل قوي، الحته دي حلوه للاوائل. يقول لك لو انا وقفت الاي تي سي عن طريق انهبيتور لكومبلكس 1، يعني اديت انهبيتور لكومبلكس 1، هل ده معناه اي دي سي توقف تماما؟ لا خلاص فهمت، والله انت ممتازك خلاص، انا اسف. طب لو اديت انهبيتور لكومبلكس 2 توقف تماما؟ لا. طب لو اديت انهبيتور لكومبلكس 3؟ لا انتوا ممتازين. طب الناس اللي ما نقدرش اللي هم قالوا،
يقول لك الاي تي سي لها تو انلتس مدخلين، لكن لها وان كومن اوتلت يعني مخرج واحد. بمعنى ايه؟ بص معايا، لو هرسمها هرسمها كده، صراحه دفعه مميزه جدا بسم الله ما شاء الله، الكلام ده ما كانش حد بيعرفه. لو هرسمها هرسمها كده، في مدخل واقف عليه كومبلكس 1 بيدخل منه النات اتش اي بلس اتش، وفي مدخل واقف عليه كومبلكس 2 يدخل منه مين؟ الفات اتش 2. الاثنين يتقابلوا مع بعض عند كوكيون ويمشوا لغايه ما يوصلوا لكومبلكس ايه؟ 4. فيقول لك لو انا قفلت كومبلكس 1 بس، هل كده اتقفلت 100%؟ لا، ما كومبلكس 2 شغال وبيدخل منه ايه؟ فات اتش 2. طب لو وقفت كومبلكس 2 بس، هل وقفت تماما؟ لا، اهو ما كومبلكس 1 شغال ويدخل منه ايه؟ النات اتش بلس اتش. لكن لو اديت انهبيتور لل 3 او ل 4 دول كومن، دول في النص شغالين على الاثنين، فتتقفل الاي تي سي تماما. عشان كده الساينايد بيقفل كام؟ 4، يعني بيقفل كل الاي تي سي فيموت الحاجه. يبقى ليها لي 2 املت مدخلين، لكن ليها كومن ايه؟ كومن اوتلت. فانهبيتور اوف 1 سم برضه، بس زيادتك ايه؟ يعني خفيف شويه. 2 سم برضه بس خفيف شويه. لكن لو قفلت 3 او قفلت 4 انا قفلت الاي تي سي تماما، فكده الشخص يتوفى في الحاجه. في ديس اوردر مرتبط بقى بالاي تي سي يسمى ميتوكوندريال مايوباثي. ميتوكوندريال مايوباثي او الاصح اسميها مايوباثيز. يعني كلمه مايو عضله، ويعني كلمه اوباثي ديزيز او باثولوجي. وانا قلت اوباثي واحد ولا اوباثيز؟ كتير كتير كتير. البريفيلنس يعني الانتشار، رير، هو مرض رير، مرض نادر، وسببه ايه؟ جيناتيك ميوتيشن في الميتوكوندريال دي ان ايه. لما ناخد ان شاء الله الدي ان ايه في اخر الموديول ده، هنعرف ان معظمه 99% منه في النيوكليس، لكن كميه ضئيله من الدي ان ايه لغايه 1% جوه الميتوكوندريا. وظيفه الميتوكوندريا دي ان ايه اصنع الكومبوننت اوف الاي تي سي. يعني الميتوكوندريا دي ان ايه مسؤول عن تصنيع الكومبلكس 1 و2 و3 وكوكيو، كل ده بيصنع منين؟ من الميتوكوندريا دي ان ايه. فيقول لك المرض ده بيحصل فيه ميوتيشن، طفره في الميتوكوندريا دي ان ايه. طب لو حصل طفره في الميتوكوندريا دي ان ايه، هل هقدر اصنع الكومبوننت اوف الاي تي سي؟ يبقى انا ما عنديش اي تي سي. انت متخيل؟ انت متخيل اللي بيحصل؟ ميوتيشن في الميتوكوندريا دي ان ايه، مش قادر اصنع الكومبوننت اوف الاي تي سي. يبقى الاي تي سي زيادتك تقل جدا 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 جدا، يبقى الاي تي بي برودكشن يقل جدا 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 جدا. طب لو الاي تي بي برودكشن قل، مين يشتري اكتر؟ مين يعاني اكتر؟ التيشوز اللي ليها هاي انرجي ريكويرمنت، ولا التيشوز اللي ليها لو انرجي ريكويرمنت؟ هاي ولا لو؟ طب اقول لكم مثال. لو اتنين طلبه ماشي، واحد باباه بيبعت له سيادتك مصروفه 500 جنيه في الشهر ومقضيه وشاكر فضله اللي موجود الحمد لله، والتاني بابا بيبعت له في الشهر 20,000 جنيه يا دوب بيقضوه، والاثنين المصروف اتمنع عنهم، مين يعاني اكتر؟ طبعا 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 اللي عايش ب 500 جنيه ده عايش على الكفاف، ده يا دوب يعني اهو بالعافيه، يعني كانهم مش موجودين. لكن ده باشا كبير، ده باشا كبير، ده لو الفلوس اتمنعت ده هيروح، ده يموت، يجيله سكتة قلبية. او بمعنى واحد شحات في الشارع وواحد امير، وحصل ثوره في البلد والاثنين بقوا عايشين في الشارع، مين يعاني؟ طبعا ده ممكن يموت من اول يوم في الشارع. فنفس الكلام، انا قفلت حنفيه الاي تي بي، الاي تي بي قال التيشو اللي عندها لو انرجي ريكويرمنت كده كده عايشه على الكفاف، يعني عايشه باي حاجه، راضيه باي حاجه، لكن ليها هاي انرجي ريكويرمنت دي هتموت، دي ده مصيبه سودا، مفيش اي تي بي زي. فاللي هيعاني اكتر هنا التيشوز اللي ليها هاي اي تي بي ريكويرمنت، زي المصل عشان اسمها مايوباثي، زي السي ان اس، زي الليفر، زي الكدني،
عشان كده المصل هيحصل فيها ويكنس ضعف وساعات اتروفي دمور دمور مفيش انرجي وعشان كده سميناها ميتوكوندريال ايه ويوبر الشخص ده نعالجه ولا نسيبه يعني لا نسيبه يعني ملوش علاج نعمل له ايه يعني نو سبيسيفيك تريتمنت ملوش علاج هيفضل يحصل له ويكنس 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 لغايه ما يتشل وعضلات التنفس تتشل ويموت وتجرى على الرئه No specific treatment. اوعى تنسى الميتوكوندريال مايوباثي سببها ايه؟ ميوتيشن في الميتوكوندريال دي ان ايه. خلصنا الاي تي سي والحمد لله. تعالى عنوان اخر بقى. Oxidation of extra mitochondrial NADH. استني بعد ما اخلص يا جماعه عشان الوقت محدود والله. اكتب سؤالك وانا بعد ما اخلص انا اعمل. تعالى عنوان اسمه oxidation of extra mitochondrial NADH عنوان حلو يلا بينا oxidation of extra mitochondrial NADH انت عارف عشان نفهم العنوان ده انا كاتب لك اربع جمل لازم تعرفهم عشان تفهم هذا العنوان تعال نقرا كده جمله جمله اول جمله بتقول all fat H2 is produced inside the mitochondria اي تفاعل يطلع fat H2 هتلاقي التفاعل ده فين في الميتوكوندريا وبالتالي كل الفات اتش 2 طالع في الميتوكوندريا وكده على فكره انا ما عنديش اي مشكله الفات اتش 2 طلع فين ميتوكوندريا والاي تي سي مكانها فين في الميتوكوندريا يروح الفات اتش 2 داخل الاي تي سي اللي في الميتوكوندريا ويطلع 1.5 ATP هل السطر ده في اي مشكله ولا اي مشكله كل الفات اتش 2 عايز انا بس اقول كل الفات اتش 2 طلع ميتوكوندريا لا في وشه الاي تي سي في الميتوكوندريا راح دخل ومطلع ايه 1.5 ATP ولا اي مشكله طب تعالى الثاني يقول لك all NAD PH plus H produced cytosol كل التفاعلات اللي بتطلع NAD PH plus H مكانها فين سيتوزول وعلى فكره انا احتياجي للNAD PH دايما سيتوزول كل الباسويز اللي عايزه ناد بي اتش كلها سيتوزول فبرضه ما عنديش اي مشكله يا باشا تسلم يبقى كل الناد بي اتش طلع سيتوزول وانا محتاجه سيتوزول خلاص ولا في اي مشكله برضه طب امال ايه الحكايه بقى تعالى رقم 3 3 بقول موست ناد اتش بلس اتش بروديوسد ميتوكوندريا معظم الناد اتش بلس اتش في جسمي بيطلع فين؟ ميتوكوندريا وبرده ما عنديش اي مشكله الناد اتش بلس اتش طلع في الميتوكوندريا لا الاي تي سي وصاده في الميتوكوندريا راح دخل الاي تي سي وطلع 2.5 ATP في مشكله؟ في مشكله انا قلت اول ولا موست؟ موست يبقى الجمله الرابعه some NAD H plus H produced cytosol بعض NAD H plus H طلع في السيتوزول لو عايز تعرف من دلوقتي من باثواي تسمى glycolysis تكسير الجلوكوز طب NAD H ده طلع فين في السيتوزول والاي تي سي مكانها فين في الميتوكوندريا يبقى لازم الناد اتش اللي طلع سيتوزول ده يعد ويدخل الميتوكوندريا عشان يقابل الاي تي سي ويتاكسد ويطلع اي تي بي طب ما يعدي قال لك ما يعديش الميتوكوندريا الممبرين امبيرميبل فور الناد اتش ما يعديش الناد اتش فلازم يكون عندي طريقه ما ميكانيزم ما عن طريقه انقل الناد اتش دي اللي بره الميتوكوندريا اللي اكسترا ميتوكوندريال
واروح مدخلها الميتوكوندريا عشان تتاكسد وتطلع اي تي بي، وده العنوان اللي اسمه اوكسيديشن اوف اكسترا ميتوكوندريال ناتج. تاني انا بشرح العنوان التايتل اسمه اوكسيديشن اوف اكسترا ميتوكوندريال ناتج. قلت كام جمله؟ اربعه. قول فات اتش 2 طلع فين؟ ده في ادنى مشكله طلعت ميتوكوندريا والاي تي سي في الميتوكوندريا، هدخل اطلع واحد ونص اي تي بي. قول ناد بي اتش بلس اتش برودوس ذا فين؟ سيتوزول. وانا احتياجي للناد بي اتش في السيتوزول ولا في ادنى مشكله. طب ثلاثه، موست اوف ذا ناد اتش بلس اتش بيطلع فين؟ في الميتوكوندريا. والاي تي سي في الميتوكوندريا الشويه دول ما فيهمش مشكله. المشكله بقى ان في سم ناد اتش بلس اتش طالع في السيتوزول. كلمه سيتوزول معناها سيتوبلازم. ايه؟ وسعاده الباشا الاي تي سي مكانها فين؟ في الميتوكوندريا. طب ازاي بقى الناد اتش دي تدخل الميتوكوندريا؟ ينفع تعدي؟ ما تعديش. الممبرين ما يعديهاش. يبقى لازم يكون في طريقه ما، ميكانيزم ما، عن طريق هذه الطريقه وهذه الميكانيزم انقل الناد اتش اللي في السيتوزول ودخلها في الميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن. ده عنواني اللي اسمه اوكسيديشن اوف اكسترا ميتوكوندريال ناتج. يس. فوسفيت، في عندي حاجه اسمها ناد اتش، حاجه اسمها ناد بي اتش. ناد بي اتش زائد فوسفيت لسه ناخدها ان شاء الله. نفس السؤال كلكم؟ بسم الله ما شاء الله. كل الدفعه نفس السؤال؟ في عندي كوينزيم اسمه ناد اللي خدناه. في واحد اسمه ناد بي لسه هناخده ان شاء الله. تلاقوش كل حاجه ناخدها. ايه الميكانيزم ده؟ قال لك تو شاتلز. يعني ايه كلمه شاتل؟ مكوك. كلمه شاتل يعني مكوك، يعني حاجه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. شاتل اللي فيكو ركب طياره ونزل مطار في القاهره او في اي حته، ساعات طياره كده يبقى يعني مهتمين بيها، تروح نازله على المطار على طول كده، البتاع على طول، انت عارف النفق اللي بيمشي بيه ده على طول، على السلم على طول، طيارة كده مهم. وساعات طيارة يحسوا انهم مستعطرين بيها ينزلوها في وسط الرصيف، في وسط المطار، ويلاقي عربيه مستنياك كده. عارف اسمها ايه دي؟ شاتل باص. اسمها شاتل. ليه اسمها شاتل؟ من الطياره لغايه باب المطار، من باب المطار للطياره، رايحه جايه رايحه، اسمها شاتل باص، اسمها كده فعلا. فكلمة شاطر مكبوك حاجة ايه؟ رايحة جاية رايحة جاية. كام شاطر؟ اتنين. أول واحد يسمى جليسترو فوسفيت شاطر، والتانية مانيت شاطر. جليسترو فوسفيت شاطر وماليت شاطر هما دول التو شاطر اللي عن طريقهم الناد اتش بلس اتش تدخل من السيتوزول الى الميتوكوندريا وتطلع اي تي بي. المفاجاه لاثنين ملغيين. اعرف ايه ده بس؟ والنبي ما تشطرش الاستاذ. والنبي اصل انا بص بتتسرع انت بتتهور وفي الاخر بتتعور. ايه ده والنبي؟ ريلاكس. اقول لك انا اللي عليا بس ان اعرف ان الجليسترو فوسفيت شاتل دي بتطلع 1.5 اي تي بي، واللي عليا ان الماليه بتطلع 2.5 اي تي بي. لكن الرسمه والغير الرسمه، ايه الغير الرسمه؟ انا عليا في تو شاتلز، واحده اسمها جليسترو فوسفيت. لا في جليسترو، في رسمه جليسترو فوسفيت يا بايظ، مش طب مش عليك. فعن طريق الجليسترو فوسفيت الناد اتش هتطلع 1.5 بس، وعن طريق الماليه هتطلع زي ما هي 2.5. فساعات يسالك سؤال ذكي قوي في الام سي كيو، يقول لك مين انرجيتيكالي از بيتر، جليسترو فوسفيت ولا ماليت؟ الماليت الناد اتش زي ما هي هتطلع 2.5، لكن في جليسترو فوسفيت هتطلع ايه؟ 1.5. يبقى اعرف الاسامي واعرف كل واحده بتطلع كام اي تي بي واعرف مين بيتر، الباقي كله واي تفاصيل اخرى مش عاقلين. تعالى بقى لعنوان غايه في الاهميه، كريبس سايكل.
اسمها تي سي اي سايكل صح ستريت سايكل صح كريبس سايكل برضه صح احنا بدأنا الجد في ثلاث مواضيع في الميتابوليزم لو انت فهمتهم انت امير الميتابوليزم انت ملك الميتابوليزم انت هتلعب بالميتابوليزم كوره تباصي وتشوط وتحط جوان صدقني ثلاث مواضيع اولهم الكريبس ده في الشابتر اللي اسمه بيولوجي وواحد اسمه جلوكونيوجينيسيس ده في شابتر الكربوهيدرات واحد اسمه كيتون بادي ميتابوليزم في شابتر اللي ثلاث عناوين دول لو انت فهمتهم والله والله في سبب امير الميتابوليزم فده واحد من اهم عناوين المنهج كريبس سايكل ليه اسمه كريبس باسم الراجل الله يحرقه الوظيفه وخد عليها نوبل برايز خد عليها جائزه نوبل بتاعه او بسميها تي سي اي سايكل تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اخشى ما اخشى انك تلخبط ما بين الاي تي سي والتي سي اي ما انا عارفكم ما انا حافظكم والله حافظكم واحد واحد يا بايظ يا باشا الاي تي سي دي هي الالكترون ترانسبورت تشين اللي بتاكسد انها اتش بلس اتش والفات اتش 2 لكن التي سي اي دي كريبس اللي بتاكسد استايل كوين فوالنبي دونت ميكس التي سي اي حاجة والاي تي سي حاجة تانية او ساعات بسميها ستريت سايكل او ستريك اسيد سايكل لان اول مركب يتكون في الباسوي هو الستريت فسميت السايكل دي باسم اول مركب يتكون في الباسوي فسميتها ستريت سايكل على فكرة دي اول باسوي علينا في المنهج قلتوا لي امال الاي تي سي دي مش باسوي دي بروسس دي بروسس لكن اول باسوي ناخدها في المنهج هي كريبس سايكل وبص بقى حط بقى قواعد اي باسوي واي سايكل هنتكلم عليها في المنهج خمس جمل في الداخل احفظ معايا ديفينيشن وسايت وستيبس وامبورتنس وريجوليشن مره كمان ديفينيشن وسايت وستيبس وامبورتنس وريجوليشن مره ثالثه ديفينيشن والسايت والستيبس والامبورتنس والريجوليشن سمعني صوتك ديفينيشن والسايت والستيبس والامبورتنس والريجوليشن يبقى انت من الباسوي عايز تعرف الخمس كلمات دول الديفينيشن والسايت والستيبس والامبورتنس والريجوليشن يلا نطبق الكلام ده على كريبس سايكل ونبدا بالديفينيشن يلا بينا لو عرف الكريبس سايكل هقول هي سيريس اوف رياكشنز سلسله من التفاعلات فور اوكسيديشن اوف الاستايل كو اي تو بروديوس اي سي او 2 وريديوس ذا كو انزايمز مين هم ريديوس ذا كو انزايمز مان اتش بلس اتش وفات اتش مجموعه من التفاعلات الكيميائيه الغرض منها اكسد الاسيتايل كوين واطلع سي او 2 وريديوس ذا كوينزايم واحد قال لي دكتور انت لم تاتي بجديد الراجل انت عارف قال لي فاكر الدياجرام بتاع كتاب رزق كل مره فكرت دي مهم والمصحف مش كان الاسيتايل كوين اللي طالع من السكند ستيج اوف كتاب رزق بيدخل السايكل اللي اسمها كريبس ويطلع سي او 2 ومعاه ريديوس ذا كوينزايم يبقى هي سلسله من التفاعلات الغرض منها اكسد الاستايل كوين عشان اطلع سي او 2 وريديوس ذا كوينزايم التفاعل او الديفينيشن كده صح جدا بس في ناس بقى يعني ايه في ناس دول كده حاسوكين كده قال لي دكتور مش عاجبني دكتور بجد مش عاجبني قال لا مش عاجبني قلت له مش عاجبك ليه قال لي يا دكتور على فكره انا مش باكسد الاستايل كوين كله كلمه كوين دي ده كوينزايم اللي بيتاكسد هي الحته اللي اسمها الاستايل دي لكن الكوي طب يطلع في اول دفعه فعشان كده انا يا دكتور مش عاجبني التعريف ده قلت له هتقول ايه قال لي هي سيريس اوف رياكشن فور اوكسيديشن
of the Isetail part of the Isetail Kuwait. ناس يعني عارف في ناس كده في نفسها كده بيعمل كده في ناس يعني الكلام بيفرق معاهم. هو فعلا مش كل الستايل كوي من اكس الكوي ده بيطلع في اول خطوه. الكوي ما بيتاكسدش، اللي بيتاكسد الحته اللي اسمها ايه؟ ستايل. فالصح يا روان نقول ايه؟ اوبسريشن اوف الستايل بارت اوف ذا ستايل كوي. كل واحد بقى ونفسه بقى، انت بحاسبك احفظها كده، انت ايزي موز وخلاص زي الفل. طيب ده الديفينيشن. تعالى السايد، احنا اتفقنا في السايد بنقول حاجتين، السب سيلولار سايد وكمان ايه؟ السيلولار سايد. وقلنا كلمه سب سيلولار يعني في اي حته جوه الخليه، وكلمة سيلولار يعني في أي نوع من الخلايا. تعالى كبر. يقول لك الكريبس سايكل بتحصل في الميتوكوندريال ماتريكس. ده إيه ده؟ سب سيلولار أوف أول سيلز إن ذا بودي. ده إيه ده؟ سيلولار. يبقى الميتوكوندريال ماتريكس أوف أول سيلز إن ذا بودي. اللي عندها ميتوكوندريا واللي ما عندوش ار بي سيز بكره ما عندهاش ميتوكوندريا، يبقى لا عندها لا كريبس ولا اي تي سي. انت فاكر الاي تي سي مكانه فين؟ الى الميتوكوندريال ميمبرين اوف اول سيلز ان ذا بودي. لكن الكريبس ميتوكوندريال ماتريكس ماتريكس اوف اول سيلز ان ذا بودي اكسبت. وانا بعلمك كلمه، اي كلمه بعد اكسبت امسك اللي بتفكر. طالما في اكسبت مش بس في بايو، اي ماده اللي بعد اكسبت امسك. كل الانزيمات موجوده في الماتريكس ما عدا انزيم مش في الماتريكس وانت عارف مكانه. الانزيم ده اسمه ساك سينيت دي هيدروجينيز. مكانه فين ده؟ ده في الانر ميتوكوندريال ميمبرين بارت اوف كومبلكس جروب. وي كان بص معايا، يقول لك كل خطوات الكريبس سايكل في الماتريكس ما عدا الخطوه بتاع السكسريت ده هيدروجينيز. فكان الكريبس متعلقه في الانر ميمبرين بخطوه السكسريت ده هيدروجينيز. جميع انزيمات الكريبس في الماتريكس كله في الماتريكس ما عدا السكسريت ده هيدروجينيز، مش موجود في الماتريكس، موجود في الانر ميتوكوندريال ميمبرين بارت اوف كومبلكس 2. في سؤال غبي وفي اجابه اغبى يعني الله العظيم. يقول لك اشمعنى في الميتوكوندريال ماتريكس؟ اشمعنى يعني؟ ايوه هو ده سؤال غبي بصراحه. اي بس وين؟ يقول لك اشمعنى موجود هنا؟ عشان انزيمات هنا. ايه يعني؟ اختراع هيكونش يعني؟ ليه في الماتريكس؟ عشان انزيماتها في الماتريكس. ليه في الميتوكوند؟ انزيماتها في الميتوكوند. في تو انزيمز ستريكتلي ميتوكوندريال، يعني مش بنشوفهم في اي حته غير ميتوكوندريال. الساكسريت دي هيدروجينيز ده ومعاه واحد اسمه الفا كي جي دي هيدروجينيز، دول موجودين بس في الميتوكوندريال. عشان كده كريبس سايكل لا تحدث الا في الميتوكوندريال. بص معايا، كل الرغي ده في السايت. قول معايا موجوده فين؟ ميتوكوندريا ماتريكس اوف اول سيلز ان ذا بودي اكسبت انزيم سوي ساكسريت هيدروجينيز. مكانه فين؟ الى الميتوكوندريا ميمبرين بارت اوف كومبلكس 2. حلو الكلام. طيب ليه في الميتوكوندريا؟ عشان انزيماتها موجوده في الميتوكوندريا. وفي انزيمين ستريكتلي ميتوكوندريال اسحايا بايز اللي هم ساكسريت هيدروجينيز ومعايا الفا كي جي هيدروجينيز. طب تعالى نشوف الستبس، تعال نشوف ايه الخطوات بتاع كريبس سايكل. لا ده كتير قوي، دي خطوات كتير جدا جدا جدا. تعال نشوف مع بعض. خطوات الكريبس سايكل كتير. انت لو عرفت الصفحة كده هتشوف حاجة تبسطك قوي. ايه اللي كده؟ اتبسطت؟ هو ده النوع الميتابوليزم سليم.
كل خطوات الكريبس سايكل ريفرسبل. ومعنى كلمة ريفرسبل رايحة جاية رايحة جاية ماشية في الاتجاه ما عدا ثلاث خطوات ريفرسبل ماشيين في اتجاه واحد. يبقى كل الخطوات ايه؟ ريفرسبل ما عدا ثلاث خطوات هما اللي ايه؟ الريفرسبل. تعال نبدأ بأول خطوة. يا سعادة الباشا الكريبس سايكل دي معمولة على شرف مين؟ معمولة على شرف الاسيتايل كويت. الغرض منها اني اكسد الاسيتايل كويت. هو الاسيتايل كويت ده كم كربونة؟ كربونتين. الحتة اللي اسمها الاسيتايل دي كربونتين. بس عشان ابدا الكريبس سايكل لازم يكون عندي برايمر. اصحى يا ابني اصحى يا حبيبي دي كريبس ما ينفعش فيها نوم. البرايمر اوف كريبس سايكل يسمى اوكزالو اسيتيت. اسمه يا جماعه اوكزالو اسيتيت. كم كربونه؟ اربعه. يبقى عشان ابدا اول خطوه لازم يا محمد احط ايه؟ ستايل كوي. دي كل سايكل معموله على شرف الستايل كوي. ولازم يبقى عندي البرايمر البادي اللي ببدا بيه. البادي يسمى ايه؟ اوكزالو اسيتيت. كم كربونه؟ اربع كربونات. اول حاجه تحصل اروح مطلع الكواش. الله. عشان كده ما قلتش اوكسيديشن اوف الاسيتايل كوي. ده الكوي ده نزل طلع في اول خطوه. انا باكسد الاسيتايل بار اوف ذا اسيتايل كوي. طلع الكواش في اول خطوه. ودخلت كمان ميه. اهو يا معلم دخل ميه. وروح مشبك الحته اللي اسمها استايل ودي كربونتين مع الاوكسالو اسيتيت ودي اربع كربونات. اروح مكون مركب يسمى ست ريت. كم كربونه؟ اتنين واربعه يبقى ست كربونات. مره كمان اول خطوه بجيب استايل كوي كربونتين وبجيب البرايمر اللي اسمه اوكسالو اسيتيت. كم كربونه؟ اربعه. فاول خطوه الندل يطلع لازم كويش ما هو شايل اداني الاستايل ومشي ودخلت كمان ميه ورحت مجمع الكربونتين اللي اسمهم استايل مع الاربعه اللي اسمهم اوكسالو اسيتين وعملت مركب اسمه ايه؟ سيترين. الانزيم اللي كون لي سيترين ده اسميه سيترين سينثيز ولا سيترين سينثيتيز؟ لو انا بصنع من غير اي تي بي يبقى اسمي سينثيز. لو انا بصنع وعايز اي تي بي اي تي 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 بي يبقى اسمي سينسي تي تي تيز. انا هنا استهلكت اي اي تي بي يبقى الانزيم ده يسمى سيتريت سينثيز. اسمه كده سيتريت سينثيز. عمل ايه؟ لو انت بقى بتحب تفهم عمل كوندنسيشن. جمع الكربونتين اللي اسمهم استايل مع الاربعه اللي اسمهم اوكسالو اسيتيت. اوائل الدفعه قوي 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 احنا خدنا ان في كلاسز للانزيم. فاكر هوت ليل ده اي كلاس ده؟ قال لك لايجيز. لايجيز ده بيربط الاثنين مع الأربعة ويدي واحد في ايه؟ ست كربونات. يبقى ستريت سينثيز اول دفعة يعرف اللي مش اول ما يعرفش اسمه لايجيز. شبك الاثنين مع الأربعة وعمل لي مركب اسمه ايه؟ ستريت. والانزيم اسمه ستريت سينثيز وده اول الريفرسبل رياكشن في الباثوي. يبقى لو بصيت هتلاقي السهم اتجاه واحد. السهم ماشي في وان دايركشن. يبقى ده اول واحد في التلاتة انزيمز اللي الريفرسبل. لو بصيت على الستريت ده اول مركب يتكون في الباسوي. فعشان اول مركب يتكون في الباسوي يسمى ستريت سميت السايكل باسمه ستريت سايكل. بص على الفورمولا بتاعته. بصيتي عندي كام كربوكسيل جروب؟ ثلاثة. يحتوي على ثلاثة كربوكسيل جروب. فعشان في ثلاثة كربوكسيل جروب سميته تراي كربوكسيليك اسيد سايكل او تي سي اي سايكل. يبقى عشان السيتريت ده اول مركب اتكون
سميت السايكل باسمه سيترين سايكل. وعشان عد معايا في ثلاثة كربوكسيل جروب سميت السايكل ايه؟ تراي كربوكسيليك اسيد سايكل، او يد يا سعد سميتها ايه؟ تي سي اي سايكل. ودي اول خطوة ريفرسبل بانزيم اسمه سيترين سينتيز. تعالى الانزيم اللي بعده ريفرسبل رايح جاي وعين. عارف ليه عين؟ بيرجع في كلام، والله بيرجع في كلام. اول حاجه يعملها هيشيل ميه ويعمل دبل بورد، والدبل بورد نوعين، يا اما سيس يا اما تراس. هيعمل دبل بورد نوعها سيس، وهكون يا فاطمه مركب يسمى سيس اكونيتيت. يبقى شال ميه وعمل دبل بورد نوعها سيس، فالمركب سميته ايه؟ سيس اكونيتيت. الانزيم العيل ده اللي عمل الخطوه دي اسمه ايه؟ اسمه اكونيتيز. اسمه ايه؟ اكونيتيز. اكونيتيز لو انت شاطر جدا عايز جلوتاثيون، الجي اس اتش دي اسمها جلوتاثيون جي اس اتش. بس هو عيل، وعشان عيل رجع في كلامه ورجع حط ميه تاني. بنهزر بقى، بنهزر بقى. هو عيل شايل ميه وبعد كده رجع حطها تاني. يقول لك ما يا دكتور لو رجع حطها تاني هرجع كما كنت. لا 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 لا، مش الميه دي او اتش واتش، هو شال او اتش واتش ورجع حطهم بس بصوره عكسيه. يعني المكان اللي خد منه اتش حطه اتش، والمكان اللي شال منه اتش اداله ايه؟ اتش. يعني حطهم بس بطريقه عكسيه، ففي الاخر طلع مركب شبيه بالستريت، مش ستريت بس شبيه بالستريت. وكلمة شبيه يعني ايه؟ ايزو. فاداني ايزو ستريت. والانزيم اللي عمل كده هو هو العين اللي اسمه اكونيتيز. يعني الاكونيتيز عمل ايه؟ حول مركب للايزومر بتاعه، حول مركب للايزومر بتاعه. هو الانزيم اللي بيحول مركب للايزومر بتاعه بيبقى اسمه ايه؟ قلتش انا حاجه. في ناس عوائل ايزومريز، حول ايزومر لايزومر. طبعا الكلام ده نقاش لاوائل الدفعه، انت اكونيتيز وخلاص انت هتفتري، لازم يعني اعرف عمل ايه؟ هو ايزومريز، حول ايزومر لايزومر تاني. يبقى تاني عمل ايه؟ انزيم عين شال ميه وعمل دبل بورد نوعها سيس، فكون لي سيس اكونيتيز. نفس الانزيم اللي اسمه اكونيتيز حط ميه بس بطريقه ايه؟ عكسيه، فاداني ماده شبيهه بالسترين، يبقى اسمه ايزو سترين. حلو كده. الخطوه الجايه جامده اخر حاجه. انزيم رقم واحد الريفرسبل، يعني اللي جاي ده تاني واحد الريفرسبل. رقم اتنين مش شغال على خطوة واحدة، على خطوتين. أول خطوة بيشيل هيدروجين وده اسمه أوكسيديشن. الخطوة التانية بيشيل CO2 وده اسمه ديكربوكسيليشن. ودي في خطوة ودي في خطوة. يبقى هذا الإنزيم بيعمل أوكسيديتيف ديكربوكسيليشن ولا أوكسيديشن أند ديكربوكسيليشن؟ لو بعمل اوكسيديشن وديكربوكسيليشن في نفس الخطوه يبقى اسمي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. لو دي في خطوه ودي في خطوه يبقى اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن. هو ده في خطوه وده في خطوه يبقى اسمه اوكسيديشن اند ديكربوكسيليشن. تعال نشوف اسمه ايه الانزيم العلامي ده. اسمه ايزو ستريت ديهايدروجينيز. الخطوه الاولى هيعمل اوكسيديشن. وانا قلت لك، قلت لك كلمه حكمه يا بارز، قلت لك اي انزيم اسمه ديهايدروجينيز لازم على اول السهم يدخل نال او فات، ولازم على اخر السهم يطلع نال اتش او فات اتش 2. مش انا اسمي اهو ايزو ستريت ديهايدروجينيز يبقى بشيل هيدروجين في الشارع ولا على كارير؟ الكارير ايه؟ ناد. فيدخل ناد ويطلع ناد اتش بس اتش.
وهكون مركب يسمى اوكسالوساكسينيد. اسمه يا حبي اوكسالوساكسينيد. وانا كده شلت هيدروجين، انا كده عملت اوكسيديشن. الخطوه الثانيه نفس الانزيم هو هو اهو ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، هيروح شايل سي او 2 ويديني مركب انت عارفه كويس قوي يسمى الفا كي جي. الله الله الله، الفا كيتو جلوتين. والانزيم كده الريفرسبل اهو، ده ثاني واحد الريفرسبل، واشتغل على خطوتين، مره شال هيدروجين ده اسمه اوكسيديشن، ومره شال سي او 2 اسمه ديكربوكسيديشن. يبقى عمل اوكسيديتيف دي ولا اوكسيديشن اند؟ اوكسيديشن اند ديكربوكسيديشن. واداني مركب اسمه الفا كيتو جلوتاليك او الفا كي جي. الخطوه الجايه قديمه والله العظيم قديمه، وخدناها اول امبارح لما خدنا السبستريت ليفل فوسفوريشن، وقلت سيادتك الالفا كي جي هيحصل له تفاعل اسمه اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن، وكان له أربعة قواعد. القاعدة الأولى R، ده تالت وآخر الريفيرسبل رياكشن في كريبس، تالت وآخر. الأول سيتريت سينثيز، الثاني أيزو سيتريت دي هيدروجينيز، وده تالت الريفيرسبل رياكشن. وكان عايز يا فاشلة خمسة كونزايم، حفظتهم بقى قولوا معايا لا وثالث ورياش. تعرف تحطهم على السهم؟ تعال نحطهم. ويدخل نيل يطلع مين؟ ناد اتش بلس اتش. وكده شلت هيدروجين عملت اوك. ويدخل كواش ويطلع سي او 2. وكده شلت سي او 2 عملت ديكار. وعلى السهم يا واد يا ناظر احط ايه؟ فات وتي بي بي ولايبوكاز. مين فحيد دحيح يقول لي التي بي فيتامين بي كام؟ الله عليك الله والله العظيم اسمك ايه؟ الله عليك يا ريم. منين يا ريم؟ فخر الصناعه اليمنيه. هذا ما انجبت اليمن، اروني من انجبت بلادكم. مين زي ريم؟ ايوه يا بنتي بسم الله ما شاء الله بي 1 صح. حي الله شعب اليمن. يبقى فات والدي بي بي و... هو مصر ملهاش دور في القعده دي ولا ايه؟ فين مصر هنا؟ هي مصر ام الدنيا اللي اسمه خلاص ولا ايه؟ القاعده الثالثه قال لك كاتالايزد باي ان انزيم كومبلكس، مش انزيم واحد، ثلاث انزيمات شغالين مع بعض. فالانزيم هنا يسمى الفا كي جي دي هيدروجينيز كومبلكس. القاعدة الرابعة قال لك result in the next lower cycle. الالفا كي جي كان خمس جرات يديني واحد اربعة ومتشال على كو انزيم ايه؟ يا واد يا سعد يا بايظ اسمه ساكسينايل كوري. ده هاي ولا نو؟ فوسفيت ولا سلفر؟ نو فايلوستر. والقاعدة الإغريقية اللاتينية كونت مركب هاي انرجي اعمل منه اي تي بي. يلا يلا نعمل اي تي بي. عشان اعمل اي تي بي يا رب يقولوا ادخل اي تي بي بس ولا اي تي بي وبي اي؟ ليه ما ادخل بي اي؟ هاي انرجي سايت في معايا شويه فقوش والباقي براليس براليس. فيدخل اي تي بي وبي اي ويطلع اي تي بي وكمان يطلع الكواش انا مش عايزه واكون ساكسيد. وقلت لك قاعده، قاعده ذهبيه، اي مركب يتعامل مع الاي تي بي بالاستهلاك او بالتصنيع الزمن، فالانزيم هنا اسمه ساكسينيت ثايوكاينيز، واي كاينيز احط على السهم؟ ماجنيزيوم. كونت ساكسينيت. والتفاعلين دول اسمهم سبستريت ليفل فوسفوريشن. بدات بمركب لو انرجي، دخلته تفاعل، عملت مركب هاي انرجي اسمه ساكسينايل كويك،
ونقلت الهاي انرجي الى اي تي بي وعملت اي تي بي. الاي تي بي اللي اتكونت دي اسمها سبستريت ليفل، اتكونت من السبستريت ودون الحاجه الى اي تي سي. طب تعالى نكمل، هكمل بانزيم انت عارف مكانه، والله عارف مكانه. انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، مكانه فين؟ ده في الانر ميتوكوندريال ميمبرين بارت اوف كومبلكس 2. يا فاشلة، انا قلت لك اي انزيم اسمه دي هيدروجينيز على اول السهم يدخل دات او فين؟ كده يدخل ايه؟ فات. عشان كده الكومبلكس 2 كان يحتوي على فات، صح ولا مش صح؟ مش كومبلكس 2 كان في انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز وفات و2 ايرن سلفر سنتر، كومبلكس 2 في فات عشان محتاجهم. يدخل فات يطلع فات اتش 2 واعمل دبل بوند. لو بصيت عليها كويس هتعرف هي ترانس. بص كده عليها هتلاقي جروبز موجوده في الاوبوزيت سايد ترانس، والمركب اللي فيه دبل بوند ترانس يسمى فيوماريت. اسمه يا جماعه فيوماريت. بنزين بيضيف ميه، انزيم بيضيف ميه ويسمى فيوماريز، يديك مركب يسمى ماليت. اللي عايز برضو يفهم قوي، اي انزيم بيضيف ميه بسميه هيدراتيز. هيدراتيز، خلي بالك احنا خدنا الهيدروليز بيكسر باضافه ميه، الهيدراتيز بيضيف ميه ويثبتها جوه المركب. يعني مش بيضيف ميه ويكسر، لا يضيف ميه الى المركب فاسمه هيدراتيز. اللي عايز يعرف يعني كونت ماليت. الخطوه الاخيره الماليت هرجعها مره اخرى اوكسالو اسيتيك. ازاي؟ بنزيم يسمى ماليت دي هيدروجينيز. طالما دي هيدروجينيز على اول سهم يدخل ايه؟ ناد او فين؟ هنا ناد. ويطلع ناد اتش بلس اتش. وارجع الماليت مره اخرى اوكسالو اسيتيك. يبقى ساعه باشا بص معايا، انا بدات بالاسيتايل كو اي واوكسالو اسيتيك ورجعت بس بالاوكسالو اسيتيك، مين اتاكسد في الكريبس سايكل؟ نهار اسود يا واد، معاك برتقاله وتفاحه، كلت التفاحه يتبقى؟ بسم الله ما شاء الله. كان معاك اسيتايل كو اي واوكسالو اسيتيك، مشيت في السايكل رجعت بالاوكسالو اسيتيك، مين اتاكسد في الباسوي؟ اسيتايل بارت اوف ذا اسيتايل كو اي. نقولها تاني، نقولها تاني 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 تاني، حاضر تاني تاني تاني. سعادة باشا ايوه، لا لازم نقولها تاني يا بعد اذنك. لا طب تاني، يلا. السايكل معمولة على شرف الاسيتايل كوين، فلازم لسه يا جماعة ما خلصتش، ما تفوتوش لسه. انا ايه اتقلتها كل حاجة دي لسه بتتهور ليه؟ لسه الاسيتايل كوين كربونتين، وببدأ بالبرايمر وبالكريبس، والبرايمر اسمه ايه؟ اوكسالو اسيد، عن طريق سيادتك انزيم الريفرسال. وانا عندي كام انزيم الريفرسبل؟ تعال نعلق عليهم بالاحمر، سترين سنتيز وايزو سترين دي هيدروجينيز والفا كي جي دي هيدروجينيز، دول الريفرسبل، والباقي كله 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 ريفرسبل. اول انزيم الريفرسبل طلع الجواش ودخل ميه وجاب الكربونتين اللي اسمهم اسيتايل مع الاربعه اللي اسمهم اوكسالو واسيتين، عمل مركب يسمى ايه؟ سترين كام كربونه؟ ستة. وعشان هو أول مركب يتكون سميت السايكل اسمه سنترين سايكل. في كام كربوكسيل؟ وعشان في ثلاثة كربوكسيل جروب سميت السايكل تراي كربوكسيليك أسيد سايكل أو تي سي إي سايكل. طب سعادة الباشا، جه إنزيم عيل لعيل يشيل مية ويرجع يحط مية. الإنزيم العيل اسمه آكوني تيز، آكوني تيز. شال مية وعمل دبل بول. نوعها سيس وكون سيس اكونيتيز. رجع في كلامه حط ميه والتاني ايزومر للسترين اسمه ايزوسترين. بنزيم الريفرسبل
وشغال على خيوطين، مره بيشيل هيدروجين ده اسمه اوكسيديشن، ومره بيشيل CO2 اسمه ديكر، يبقى بيعمل اوكسيديتيف دي ولا اوكسيديشن ان؟ شال هيدروجين على النت طلع نت اتش بلس اتش وكون لي اوكسالو سبستريت، نفس الانزيم اللي اسمه ايزو سبستريت هيدروجينيز شال CO2 يا مصطفى وعمل دي كربوكسيليشن قدامي الفا كي جي. الالفا كي جي هدخله في تفاعل اسمه اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن ريأكشن الريفرسبل، تالت واخر خطوه الريفرسبل. خمسه كوينزايم ناد وفد وكواش والدي بي بي ولايبوك اسيد، يدخل ناد يطلع ناد اتش، يدخل كواش يطلع سي او 2، وهستعمل فاد والدي بي بي ولايبوك اسيد ويديني النكست لور اسايل كوين اسمه ساكسيدايل كوين، والانزيم اسمه الفا كي جي دي هيدروجينيز كومبلكس، ده تالت الريفرسبل ستيب. الساكسيدايل كوين مركب ايه؟ هاي انرجي، يبقى اعلى منه اي تي بي، اروح مدخل اي تي بي وبي ار ونطلع اي تي بي وكواش، وانزيم عمل اي تي بي باسمه كاينيز بسميه ساكسينيت، ثايروكاينيز كون ساكسينيت بانزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، دخل فات وطلع فات اتش 2 وكونت دبل بوند سيس ولا ترانس؟ ترانس. اصحي يا بنتي، وعملت بيومري اروح مضيع الدبل بوند باضافه ميه بانزيم اسمه فيوما ريز، وعملت مركب اسمه ماليت. الخطوه الاخيره ماليت دي هيدروجينيز، يدخل ناد ويطلع ناد اتش بلس اتش، وارجع الماليت مره اخرى اوكسالو استيت بانزيم اسمه ماليت دي هيدروجينيز. بدات بايزوتايل كو اي واوكسالو استيت ولفيت في السايكل ورجعت بس بالاوكسالو اسيتيت، يبقى مين اتاكسد في السايكل؟ اسيتايل بارت اوف ذا اسيتايل كوين. طب اكسبته طلعت ايه؟ قال لك طلعت 3 2 1 1، طلعت 3 ناد اتش بلس اتش، نيجي نحسبهم طلعوا ايه؟ واحدة طلعت من الايزو سيتريت دي هيدروجينيز، لازم تعرف تطلع منين، والثانية من الالفا كي جي دي هيدروجينيز، والتالتة من الماليت دي هيدروجينيز. مرة كمان طلع 3 ناد اتش، لازم تعرف منين، ايزو سيتريت دي هيدروجينيز وكمان الفا كي جي دي هيدروجينيز وكمان ماليت دي هيدروجينيز، كمان طلع 2 كربون دايوكسيد، لازم تعرف منين الاثنين اللي بيعملوا دي كاربوكسيليشن هم اللي طلعوا كربون دايوكسيد، واحد يا كارين او من الايزو سيتريت دي هيدروجينيز ما بيعمل اوكسيديشن اند دي كاربوكسيليشن، والثانيه ايه من الالفا كي جي دي هيدروجينيز ما بيعمل اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن، يبقى 2 سوتو، وطلع 1 فاد اتش 2، لازم تعرف منين منين الفاد اتش 2، اهو سيادتك من الساكسينيت دي هيدروجينيز، وطلع 1 اي تي بي سبستريت ليفل، فين الاي تي بي اللي طلع سبستريت ليفل؟ من الساكسينيت ثايوكاينيز، يبقى دول كده اسمه برودكت اوف كريبس سايكل، انا كسرت الاسيتايل بار اوف الاسيتايل كوين، طلع ايه؟ 3 2 1 1، قول معايا 3 ناتج، قول يا ناصر طلعوا منين؟ ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، الفا كي جي دي هيدروجينيز، ماليت دي هيدروجينيز، 2 سي او 2 بالاثنين ورا بعض، ايزو سيتريت دي هيدروجينيز والفا كي جي دي هيدروجينيز، واحده فات اتش 2 منين؟ ساكسينيت دي هيدروجينيز، واحده اي تي بي سبستريت ليفل منين؟ ساكسينيت ثايوكاينيز. طب ساعات الباشا لو دول حسبنا يطلعوا كام اي تي بي؟ تحسب هو الناد اتش بكام؟ وعندي 3 بكام؟ 7، والسي او 2 مالوش لازمه، هو الفاد اتش 2 بكام اي تي بي؟ 1.5، وعندي واحده اي تي بي سبستريت ليفل، يبقى ساعات الباشا لو حسب 7.5 و1.5 9 و1 10، فلو قلت لك كومبليت اوكسيديشن اوف الاسيتايل كو اي في الكريبس سايكل بكام اي تي بي؟ 10، عشان 3 ناتج 7.5
واحده خد اشيته واحد نص، وفي واحد طلع من وسط السايكل ساب ستريت ليفل. يبقى الستايل كوي باي كومبليت اوكسيديشن 10 اي تي بي فاصل. يلا لا يقعد هنا، ما حدش يمسح البورد، اوعى حد يدخل يمسح البورد. لعبت فيها هكمل عليها لسه. طيب هنا كوكيو ده مركز بلاوي. لا مش كوكيو، كوكيو ده عبارة عن كاس على كم درجة عن سنة؟ لا وكل حاجة كم درجة، ما هو الباقي كله كده. هو انت فاكر ده بس، ما الميزان اسمه كله كده. كم درجة عشان نعرف نسميهم ولا لا؟ لا ما تفرقش دي، لو فهمتها هتفهم اللي جاي. لو ضاعت منك راح اللي جاي، مش موضوع عليها كم درجة، موضوع ما انت لو فهمتها اللي جاي هتفهمه. ضاعت يبقى ضاع اللي جاي. مش الاي تي سي الاول كان بايظ وظبط النهارده ولا ما اتظبطش؟ انا الاي تي سي اتظبط ولا ما اتظبطش؟ اتظبط 100%. هيتظبط يعني، بس هي الصدمه الاولى بتبقى كده، بعد كده بتتظبط. ايديا حاضر. الخطوه الاولى ريفرس، الخطوه الثانيه ريفرس، مجموع الاثنين ريفرس. شو شغال على خطوتين؟ دي ريفرس دي ريفرس. لو جمعت الاثنين مع بعض صور.